السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الصعب سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندنا بقى حاجة كده وان خفيفة بسيطة تقريبا ما بتدرسش في معظم الجامعات، بس انا قايلها كده هون يعني عشان للكمال، ويبقى البلاي ليست بتاعتنا بتاعت الابدومن والجي اي تي موديول كامله تماما. فاشيا اسمها سوراك ولمبر فاشيا. سوراك ولمبر فاشيا دي يا جماعه بتمتد من السكرم لحد فوق، بتاخد اللمبر ريجون يعني الباك اوف ذا ابدومن بالسوراكس كله، فكده هتوصل لمين؟ هتوصل للباك اوف ذا نيك. فاشيا ممتده من السكرم تحت لحد الباك اوف ذا نيك فوق. الفاشيا دي سكند ويل ديفلوبد جدا في اللامبر ريجون، وعشان كده هو بيتقال عليها لامبر فاشيا. ليه ربنا عامل الفاشيا دي؟ ربنا عامل الفاشيا دي عشان تمسك الماسلز اوف ذا باك، لا العظم اللي هنا هو اللي هو مين؟ الفيرتبري. فدي فاشيا محزمه كده الماسلز اوف ذا باك للفيرتبرال كولم. اللمبر فاشيا او السوراكو لمبر فاشيا دي بتتقسم في منطقه الابدومين هون لثلاثه لير. طبعا كلكم واخدين بالكم من الكات سيكشن ده. ده ايه الكات سيكشن ده؟ طبعا ده الفيرتبرال كولم، الفيرتبرال بودي، وعلى اليمين والشمال في العضلة الشهيرة اللي اسمها سواس ميجور ماسل. لاترال السواس ميجور في العضلة الرباعية الشكل اللي اسمها كوادريتاس لامبورام. نبص ليه يا جماعة؟ السوراكو لامبر فاشيا ده ثلاثة لايرز. الفيرست لاير اهي. ايه الفيرست لاير دي؟ دي انتيرور لاير ناحية الابدومن، ودي مغطية الـ anterior surface of quadratus lumborum. وفوق بتبقى الـ second أو في منطقة الديافرام، بتعمل لك الليجمنت اللي انت عارفه من الديافرام اللي اسمه lateral arcuate ligament. فالـ lateral arcuate ligament ده عبارة عن thickening of the anterior layer of lumbar fascia. بقى كمان في عندي ميدل لاير. الميدل لاير دي هي بس مغطيه بقى كوادريتس لامبورم. منين؟ من ورا. فدي تمتد الميدل لاير دي على البوستيرور سيرفيس اوف ذا كوادريتس لامبورم. ميديالي بتبقى فيوز ديفيل ترانزفيرس بروسيس، ومع الانتيرور لاير بتاعت اللمبر فاشيا. فميديالي هي واصله للترانزفيرس بروسيس اوف ذا لمبر فيرتيبي. لاترالي البوستيرور لاير هتبقى فيوزد مع الانتيرور لاير اوف ذا لمبر فاشيا. طيب الميدل لير دي مغطيه الكوادريس لامبورم من ورا، وعند اللاترال مارجن او اللاترال بوردر اوف كوادريس لامبورم الانتيور لير والميدل لير اوف لامبر فاشيا كونتينوس مع بعض، وعلى الميديال اسبكت هما الاثنين اتاتشد لل الانتيور لير الانتيور لير والميدل لير اتاتشد لل سباين الترانسفيرس بروسيس اوف لامبر فيرتيبري. بعد كده بقى في عندي posterior layer. ايه posterior layer دي؟ posterior layer دي يا جماعة دي متصلة medially بالspinous process، spine او spinous process of the lumbar vertebrae، ومحوطة العضلة دي اللي اسمها erector spiny muscle. ولاترالي
الـ posterior layer دي infused مع الـ middle layer of the lumbar fascia. خد بالك اللي عند الـ lateral border of quadratus lumborum. الـ lumbar fascia يعني هون هتدي لك attachment العضلتين دول اللي هما الـ internal abdominal oblique والـ transversus abdominis. anterior layer قدام الكوادريتس لامبورا، ميدل لاير ورا الكوادريتس لامبورا، بوستيرو لاير محوطة الإريكتور سبايني ماسل واتاتشد وفيوزد مع الميدل لاير اوف ذا لامبر فاشيا. أهم حاجة في اللامبر فاشيا أو السوراكو لامبر فاشيا دي إن عند اللاترال بوردر اوف كوادريتس لامبورم هندي اتاتشمنت لعضلتين من الانتيرو ابدومينال وول، العضلتين الديب الانترنال ابدومينال بليك والترانسفيرس ابدومينس. وما تنساش ان الانتيرو لاير دي كانت سكند فوق ومديه اتاتشمنت لفايبرز كتير جدا من الديافرام واسمها الحته السكند دي فوق خالص اسمها لاترال اركويت ليجمنت. ويبقى دي اللامبر فاشيا أو السوراكو لامبر فاشيا. Thank you for good listening and good luck.